ليه ما يبقاش في شباب مننا مندسة مع الأمن؟ كأنها عاملة أنها بلطجية وبتساعد الأمن. مرة نزلت وسطهم متنكر في شكل بياع غزل بنات. في مرحلة ما حصلت لي إن أنا عرفت أوصل للهيدن كام. ابتدت حملة كزبون تتضرب في الشارع. ابتديت أراقب أكونتات الفرول، فأنا شايفهم. أنا خايف من الإخوان وداخل لهم. قال لي أنا يهمني العسكريين، أنا عايز كل صورهم، كل البيانات عنهم. كل اللي أنا حكيته ده بقى كوم، واللي أنا ابتديت أعمله بعد كده بقى حاجة تانية خالص. قال لي والله كده، قال لي قصر الاتحادية متراقب.